عليكم يا جماعه، عاملين اللهم صلي وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معكم قناه النصوص وقناه منزليه بسيطه وانيقه. بنعمل مع بعضنا النهارده سلوق ابو صلصه. مكوناته اهي: معلقه زبده حطيتها اهي في الحله، وبصلتين، والطماطم بتكون بشرينها بتاع 4-5 طماطم. وهنا السلوق بتاعنا متقطع زي ما احنا شايفينه كده اهو، بس انا مغطيه طبعا قبل ما اجي اعمله. هناخده بقى الحاجات دي كلها بامر الله ونروح بيها على البيتوميز. رجعنا لكم تاني يا جماعه، البصلتين اهو متشوحوا معانا، هننزل معانا السلوق. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، هياخد برده تشويحتين مع زي البصل كده ما اخد، هو هياخد معانا تشويحتين، وهنرجع لكم تاني يا جماعه اما يشوح. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبنا، ادي رجعنا لكم تاني يا جماعه، ننزل الصلصه بتاعتنا اهي طماطم، نحط لها بقى ايه بتاع كده حبه ميه صغيرين عشان تثبت معانا كويس. طبعا حاطين الفلفل والملح وكل حاجه بتاعتنا مظبطه بيها. نرجع لكم بقى تاني لما تخلص يا جماعه. ورجعنا لكم تاني يا جماعه، بصوا بقى الصدوق بامر الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بيثبت معانا ازاي جميل اهو يا جماعه. بصوا الصدوق، احنا ما نسمروش البصله بتاعتها ما نغمقهاش، احنا كل ما نغمقوش البصل بيدينا اللون الفاتح الجميل ده، طعمه جميل قوي والله يا جماعه. لو انتم معايا تشوفوه. ما تنسوش بقى يا جماعه الاشتراكات الحلوه والتعليقات واللايكات وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناه نصوص وقناه منزليه بسيطه وانيقه. وعايزين لايكات كتير بقى يا جماعه عشان الفيديو يتشاف. السلام عليكم يا جماعه. السلام عليكم يا جماعه، عاملين اللهم صلي وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معاكم قناه النصوص وقناه منزليه بسيطه وانيقه. النهارده هنعمل مع بعضنا، احنا عملنا حله ودي الحله الثانيه اهي، المحشي اللي كنا مفرزينه اهو زي ما احنا شايفينه اهو. وبنحشي بقى بالطريقه الحلوه دي بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا جماعه، زي ما احنا شايفين صغير وكبير كده على حسب القطيعه اهو. شايفين بقى يا جماعه الخلطه دي رز وبقدونس وكزبره وشبت ونعناع، والرز بتاعنا طبعا، والملح والفلفل ومرقه دجاج فوريه وزيت والفلفل الاسمر. بس ما بحطش، اللي عايز يحط بابريكا يحط، انا بحب اعملها كده ويدي طعم حلو كمان في البابريكا، جميل قوي. بس انا عشان خلصت فهعملها كده النهارده اهو، زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. هي يا جماعه بتحب تلف على ايديها اهو، لان انا عامله المحشي ني في ني مش مسبكين. بص بقى عشان احنا مفرزينه يا جماعه، بص بص بيطلع ازاي الورقه بورقتها ازاي اهو، زي ما احنا شايفين كده اهو. نبتدي نحشي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نحشي كده اول. بص يا جماعه، اول كل حاجه بتتعمل اول باذن الله، ده يتعمل مره تاني كمان اهو. مش هاخد كله، انا هاخد على قد الرز بتاعي، بيبقى جنب الاكل اهو، جنب الاكل بتاعي. بس جميل ازاي، ما تاخدش مننا وقت لما احنا مفرزينه، يا دوب تعملوا الخلطه كده نايف ناي او مسبكه حسب اللي انتوا بتحبوه. وبيطلع معانا بص، لا دي ورقتين انا حطاهم يا جماعه، بحب احط ورق صغير كده بيدي طعم جميل اهو. بص ما بنرموش المعدن، بنعمله يعني ما بهدرش من الكرومباية اي حاجه، كل حاجه بتتاكل. بصوا بيطلع ازاي يا جماعه اهو من الفريزر، متخافوش منه عشان متلج، ما تقلقوش منه خالص، يبقى جميل متعمل اول مره اهو. كل الميه اللي احنا شايفينها في الصينيه دي لميه التوابل بتاعتنا، خلطة والصلصة، وحاطة فيه باكو صلصة يا جماعة كمان عشان يديله الحمار المناسب ده اللي احنا شايفينه. كل ده ما برموش، بحطه على المحشي بيسويه. انا مش بحط شوربة، انا بحط المية بتاعته اوطي عليه خالص بيستوي بمية اهو يا جماعة.
تسيح الزبده بقى يا جماعه اهو، حطيناها على النار، الكوره بتاعت الفلاحين اللي احنا عارفينها اهي. بصوا طبعا كان في المرحله دي كده يا ساحت خلاص الكوره بتاعتنا، بنوطوا عليها بس شايفينها بتغلي ازاي. في اللحظه دي بقى يا جماعه بنوطوا عليها تغلي براحتها عشان تستوى الزبده ما تعملش ريحه في الاخر تبقى حلوه معانا. وده بقى المحشي اللي احنا عملناه يا جماعه، كرنب اهو شايفين يا جماعه اهو لسه بيستوى اهو، موطين عليه خالص لغايه ما ياخد وقته ويستوى براحته. يجي بطاطا على شويه في الفرن، غسلنا طبعا زي الفل زي ما احنا شايفينها كده، هندخلوها جايبه حاجات بسيطه على قد بقى، مش كلها مش كل اللي بياكلها. ورجعنا لكم تاني يا حبايبنا، رجعنا لكم تاني يا حبايبنا. ادي المحشي اهو، بصوا بقى جميل ازاي اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي ناخده كده بالتدريج اهو. هنغرب بقى في الاطباق يا جماعه ونرجع لكم تاني اهو. بصوا بقى الواحده بوحدتها ازاي. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، ادي المحشي اهو غرفناه، ودي كبده الفراخ اهو. اتفضلوا بقى معانا يا جماعه، متنسوش يا جماعه اللايكات والتعليقات وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد، والاشتراكات من قناه نصيصه قناه منزليه بسيطه. السلام عليكم، اتفضلوا.